مرحبا بك دكتورة خزوي شفيقة، مرحبا بك في بلاتو فاس نيوز ميديا. شكرا. أنت طبيبة رئيسية بالمركز الصحي باب البوجات، وأيضا مكون وطني ببرنامج تكفل المندمج للطفل، ومكون وطني ببرنامج قسم الأمهات، وشخص مورد ببرنامج صحة الطفل لدى وزارة الصحة. مرحبا بك. في البداية، بمناسبة الأسبوع الوطني للتلقيح، نود منكم معرفة أول سؤال: ما هو التلقيح؟ شكرا على الاستضافة. هو التلقيح هو وسيلة وقائية، يعني كتعتمدها وزارة الصحة قبل ما يوقع المرض، فهي وزارة هي يعني وسيلة وقائية كتعتمد إدخال واحد العامل خارجي لتحفيز المناعة وجهاز المناعة لدى الطفل. نعم، بخصوص أهمية التلقيح للطفل. هي أكثر تدخلات صحية المعترف بها نجاحا، يعني أكثر يعني برنامج نجاحا ومردودية هو برنامج الوطني للتمنيع أو للتلقيح. فهو يعني قبل ما يكون تلقيح فكانت هناك أمراض وأوبئة، ويعني بنجاح هذا البرنامج استطاعت وزارة الصحة أن تقضي على بزاف ديال الأمراض وديال الأوبئة، والشخص الملقح تيكون اكثر مردوديه وتنحميه حتى من بعض الاعاقات ومن بعض الوفيات يعني بالنسبه نعم للاطفال. دكتورة، تسمحوا ان ما يمكنناش نلقحوا الاطفال الخداش؟ ما مدى صحة هذا الامر، وهل حقا لا يجوز التلقيح ديالهم؟ هناك حالات يعني بما فيهم الاطفال الخدج فلا مانع يعني من التلقيح ديالها في المراكز الصحيه. فالاطفال الخدج يمكن لهم يتلقحوا، ولكن بعد العرض ديالهم على الطبيب اللي في المركز الصحي، كذلك بعد الامراض الخفيفه فما كتمنعش التلقيح ديال الطفل، وحتى سوء التغذيه، يعني الاطفال اللي كيعانيوا من سوء التغذيه يمكننا نلقحوهم، ولكن بعد الاستشاره مع الطبيب المعالج اللي يكون في المركز الصحي. وهما يعني هاد الحالات هادو كيقدروا يكونوا هما اكثر حاجه للتلقيح من الاطفال يعني اللي عاديين. نعم، بخصوص واش يمكننا نأجلوا التلقيح بعض المرة؟ بعض المرات هناك حالات يمكننا نأجلوا فيها التلقيح، يعني تيكون مرض شديد مع ارتفاع درجة الحرارة، فالحالة ديال الاستجابة المناعية كتكون ربما يعني ماشي هي هذيك، فكنأجلوا التلقيح في هذه الحالة هذه. بعض الأطفال كيكونوا يتلقاو بعض العلاجات بحال علاج بالكورتيزون، تينقص شويش المناعة ديال الطفل، فكان امتنعوا او كان اجلوا اعطاء التلقيحات اللي هي مهنه، كنقولوا لها لي فيفون اتينيي او لقاحات المهنه، فما يمكنناش نعطيوها للطفل في ديك الحاله، ولكن بروفيزوار يعني غير بصفه مؤقته. فهذو هما الحالات اللي كنكونوا يعني كنأجلوا فيها التلقيح للطفل. نعم دكتورة، سمعنا أن الوزارة اعتمدت واحد اللقاحات أو تلقيحات مركبة، يعني في نظركم علاش؟ فهذا هو التوجه ديال وزارة الصحة، أنها يعني اعتمدت تلقيحات مركبة، ويعني هذا الشيء كاين في المغرب وفي دول يعني أوروبية. فالتلقيح المركب هو عنده بزاف ديال المزايا، فالأولها أنه تخفيف المعاناة ديال الطفل وديال الأم، ويعني حتى ديال الاطار الصحي اللي كيعطي هذيك الجرعه، فعوض ما الام يعني كتمشي وتجي بزاف ديال المرات المركز الصحي، فكيمكن لها تجي مره واحده وكتاخذ تلقيح يعني مركب خماسي في هذا الصدد. تقليل عدد الابر، فالطفل تنعطيوه يعني ابره واحده فتنقللوا من المعاناه ديالو، وكذلك زياده نسبه التغطيه بالنسبه للاطفال اللي كياخذوا هذا النوع من التلقيحات. نعم دكتورة، رسائلكم بهذه المناسبة. ف يعني غتكون يعني كخلاصه لهذا التدخل ديالنا، اول رساله هي انه التلقيح تيقيم من بزاف ديال الامراض يعني اللي خطيره على صحه الطفل. الرساله الثانيه هو ان التلقيح امن وما في ما في يعني ادنى خطر وذو جوده عاليه، فوزاره الصحه ملي كتعتمد واحد التلقيح فتيكون هناك دراسه طويله ومتأنية
علميه من طرف خبراء وعلماء اللي تتصدق عليها من طرف اللجنه الوطنيه العلميه والاستشاريه للتلقيح. نعم دكتوره غزبي شفيقه، شكرا جزيلا لك.